اهلي، النادي الاهلي حتى اخر لحظه في المباراه على ثقه وعلى هدف كبير جدا، والرغبه موجوده والهدف موجود. معانا سريعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، مبروك يا كابتن سيد. هو ده النادي الاهلي وهي دي شخصيه النادي الاهلي، اخر ثانيه بغض النظر عن ظروف المباراه وحاله الطرد، لكن هو ده النادي الاهلي اخر لحظه بنلعب، اخر لحظه عندنا الرغبه ان احنا نحقق 3 نقاط، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله طبعا الفوز طبعا مهم زي ما انت ذكرت في اخر ثانيه، وكمان يعني وانت بتلعب 10 طبعا يعني عشان نكون برضو منطقيين وواقعيين، لازم نبقى في يعني عادل الحسابات جامده جدا، لان الكره فيها كتير جدا يا جماعه. الكره لها وشين، وش كويس وبيبتسم وعامل التوفيق يبقى كويس، وش تاني ممكن تتعرض له يعني، وده اللي حصل النهارده يعني. لكن طبعا روح كويسه في الاخر، روح كويسه من اللعيبه رغم الطرد، لكن كانت روح كويسه. شوط ضيعناه بمنتهى يعني مش عايز اقول السلبيه، لكن ما كانش فيه الحته اللي احنا عايزينها والحته اللي احنا يعني متعودين عليها. هي دي الكوره، كانت ممكن يروح منك مباراه بدل ما تاخد 3 نقاط يضيع منك 3 نقاط، لكن الحمد لله رب العالمين. سعيد جدا بهدف مروان، سعيد جدا بتواجده، سعيد جدا بتماسكه هو، سعيد جدا بالروح العاليه اللي ادي بيها اللعيبه كلهم لحد اخر ثانيه. ما كانش عندهم برضو يعني نوع من يعني ان هم يفقدوا الامل، لكن في نفس الوقت لازم نقعد مع بعض وقعدات كتير قوي، لازم في جلسات كتير جدا سواء كانت على المستوى الفردي او المستوى القيادي او المستوى حتى اللعيبه بينهم بعض، لازم نقعد كتير. عايزين نعدي بطوله الدوري وعايزين نعدي ماتشات الدوري عشان نوصل لافريقيا بشكل كويس. جالنا جواب النهارده رسمي ان المباراه اتحددت يوم 26 مع الوداد هناك، ويوم 3 هنا مع الوداد في القاهره، لكن قبل ده وده عندنا اكتمال للصفوف هيرجع انا عارف بعد 3-4 مباريات، عندنا كهرباء، عندنا حسين الشحات، لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين. يعني اتمنى يعني برضو عشان انا يعني ما فيهوش مسجات ولا حاجه، لكن اتمنى زي ما النهارده اتعاد في الانذار الثاني لديانج، في مباريات كتير قوي كان في يعني تستاهل انها تتعاد، يعني اخرها مباراه الزمالك اللي فات مع الاهلي، كان في مباراه كان في لقطه لازم تتعاد ويطلب من الحكم ان هو يروح الفار زي ما اتطلب النهارده. كان في مباراه في مباراه برضو المصري والزمالك كان في برضو لقطه لازم تتعاد ولازم محمد عادل، كابتن محمد عادل يروح للفار. اتمنى كده، انا مش زعلان طالما هو ده حق، مش زعلان، لكن يطبق على الجميع، يطبق اللي قاعد على تقنيه الفيديو لازم يقول له تعالى شوف الكره ديت زي ما هي اتحسبت النهارده على ديانج، بتتحسب حاجات كثيره جدا او بتعدى حاجات كثيره جدا. الحمد لله طبعا على كل شيء، الحمد لله على المكسب، الحمد لله على المكسب بس النهارده، الحمد لله على ال3 نقاط، لكن زي ما قلت لازم يبقى في اعداد فرديه، لازم يبقى اعداد جماعيه، لازم يبقى في لمه اكتر من كده بكتير ان شاء الله في الفتره اللي جايه. رغم الحمله اللي فاتت يا كابتن سيد، ويمكن اللعيبه تماسكت والجهاز الفني تماسك بشكل كبير، وجمهور النادي الاول، جمهور النادي الاهلي لولا المسانده والتكاتف كبير ودعمه لعيبه النادي الاهلي ما كناش نشوف النهارده نتيجه. بص احنا مش عايز اقول احنا في مرحله صعبه، احنا في 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 عصر في منظومه رياضيه صعبه جدا جدا يعني، عشان تعدي الاطراف كلها بتاعه المنظومه لازم تكون على قلب واحد يعني، مين موجود مش فارقه، محمد احمد سيد عاي مش فارقه، المهم ان انت بقى عندك الهدف هو النادي يعني. اعتقد ان الامور واضحه للجميع يعني، انت مش بتتعرض، انت بتواجه من اول سنه، هو بيستنى لك حاجه، مستني لك حاجه، فما تمكنوش من ده ان شاء الله يعني. لكن في نفس الوقت يعني اطراف المنظومه كلها يعني خليك على قلب راجل واحد، وخليك ورا فرقتك ايا كان اللي موجود في الملعب، فلان او عين او صاد، مش بالاسماء، هو لون التيشيرت هو اللي بيلعب، لون التيشيرت هو اللي بيجيب البطولات من 1907 لحد دلوقتي، التيشيرت ما اتغيرش، اللون ما اتغيرش، لكن الاسماء كلها اتغيرت، الاسماء كلها اتغيرت على مستوى القيادات وعلى مستوى اللعيبه وعلى مستوى الاجهزه، كله يعني كله بيتغير، لكن اللون نفسه ما اتغيرش، هو اللون الاحمر. خليك ورا اللون الاحمر ده، ورا فرقتك على طول يعني، ايا كان بقى، سيد موجود، محمد موجود، علي موجود، في الملعب لعيبه ثانيه، لعيبه جديده، لعيبه قديمه، آزر فرقتك، ساند فرقتك، حقق أهدافك، التارجت بتاعك اللي أنت بشغال فيه من أول السنة اللي هي بطولة الدوري وبطولة أفريقيا، وإن شاء الله الرحمن كمان يبقى فيها كأس مصر بإذن الله. خير يا كابتن سيد، مطلوب إيه من اللعيبة الفترة اللي جاية؟ زي ما قلت، لا محتاجين نقعد مع بعض أكتر، محتاجين نتكلم مع بعض أكتر، محتاجين نعرف كويس جدا جدا جدا. هي دروس يعني، كرة القدم ما بتدكش حاجة جديدة يعني، هي كلها دروس متكررة، لكن بتتعاد كل سنة. محتاج تعرف وتتأكد إن أنت اللي قادر تجيب الحاجة، مش حد هيجيبها لك، أنت اللي بتجيب الدوري، أنت اللي بتجيب أفريقيا، أنت اللي بتجيب الكاس، أنت اللي بتكسب يعني. كلنا نقعد مع بعض وكلنا نكلم بعض، لازم زي ما قلت عادات كتيرة جدا، في إعادة حسابات كتيرة جدا على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي، على المستوى الثنائي، على مستوى كل حاجة في فرقه كره القدم. نعدي المرحله دي ان شاء الله الرحمن، نعدي المرحله دي لانها فيها شويه حاجات ممكن تكون داخليه وممكن تكون خارجيه، لكن بيد واحده وفكر واحد وعقل واحد ان شاء الله الرحمن نعديها باذن الله. شكرا.